يرجو الله ويخاف من ذنوبه فذاك من علامات حسن الخاتمة. دخل صلى الله عليه وسلم على شاب اليوم في ساعة الاحتضار فسأله كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي. أنا خايف من ذنوبي لكن راجي من الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت لعبد في هذا الموطن إلا نجا. يعني كان على من حسن خاتمته. لأن جابر عند لحظة الموت يقول لي للحسن قل حدثني عن حديث تحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروج نفس العبد المؤمن. فقال نعم، أن يجد بردا على كبده ورغبة في نفسه فيما عند الله. برد على الكبد يرتاح إنه خلاص تبت يا موت فإن شئت فزر. إن رجوع العبد الصالح إلى ربه كرجوع الطفل التائه إلى أحضان أمه. تعبنا من الدنيا وعناء الدنيا وكبد الدنيا وهموم الدنيا. آن للغريب أن يرى حماه برد على كبده ورغبة في نفسه فيما عند الله. نفس راغبة فيما عند الله تعالى من غفران للذنوب ومن محو للعيوب ومن كشف للكروب ومن فوز بجنات ونهار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هذه الأحوال.